بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا بكم مع جولة جديدة في الصيدلية. في حلقة اليوم عن المكمل الغذائي الجديد أيكوليس كابسول لدعم برامج ضبط الوزن، حيث يحتوي على هذا المكمل الغذائي على مجموعة من المكونات الطبيعية الرائعة التي تعمل على تعزيز عملية حرق الدهون وتقليل الشهية وتزيد من معدل الأيض وتحفيز الحرق الحراري وتقليل الدهون المخزنة، ويعمل على تحويل الدهون إلى طاقة وتحسين القدرة على التحمل البدني، وهو يعمل أيضا كمضاد للأكسدة. طريقة الاستخدام: 3 كبسولات مرة واحدة يوميا، ويفضل قبل الوجبة بنصف ساعة أو حسب إرشادات الطبيب. العبوة 30 كبسولة، سعر العبوة 379 جنيه. مع تمنياتي لكم بدوام الصحة والعافية.